لماذا أنا هنا؟ من أجل الثوار اليمني، من أجل الثوار، من أجل الفساد. يروح الفساد من الشعب هذا، يروح الفساد من داخل الشعب هذا، والمجاملة والرشوة، والمجاملة والرشوة. أجينا من شان أبناءنا وإخواننا في تعز وفي كل مكان من اليمن، لأنه في ظلم وفي فساد. لولا الفساد والظلم ما خرجنا إلى الشوارع بصفتي ابن 70 سنة، إلا علشان الظلم والفساد والمجاملة وأهل الكروش الكبار. والسلام عليكم ورحمة الله.